او مو ب موب او هو ت هوت. Hello everyone, today we are going to learn short vowel O. Are you ready? Let's go! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقاء اللي متابعين الفيديوهات. النهاردة بإذن الله هناخد short vowel O, إن إحنا نقرأ كلمة من ثلاث حروف بإضافة letter O. Sound letter O, O. O. Sound letter O, O. O. زي ما خدنا وتعودنا هنقرأ two letter مع بعض وبعدين هنبدأ نضيف الليتر الثالث ونقرأ الكلمة اللي من ثلاث حروف. هنا F R D M H T وبعدين ضفنا letter O. هناخد وهنقرأ أول two letter مع بعض وبعدين هنكمل بقية الكلمة. F O F زي ما قلنا sound letter O O O R O R D O D M O M H O H T O T. لازم الأول الطفل يتعود إن هو يقرأ two letter مع بعض ويتمكن أول منها وبعدين أبدأ أضيف له الحرف التالت. ما أضيفش الحرف التالت إلا لما يكون عارف يقول كويس قوي ال two letter مع بعض وبعدين أبدأ أضيف له الحرف التالت. هنقولهم تاني مع بعض. ف أو فو ر أو رو د أو دو م أو مو ه أو هو او او تو. وطبعا زي ما قلنا الاول في البدايه خالص لازم يبقى عارف ساوند كل لتر ال 26 حرف الكونسوننت والفاول. يبقى هو كده اصلا من الاول عارف ساوند اف وساوند ار وساوند ام، لان لما بعد كده تبدا تضيفي له اللتر الثاني الفاول او يبقى هو عارف الساوند اللي قبله. هيبدا يقرا التو ساوند مع بعض ويقرا الحرفين مع بعض. وطبعا خلاص احنا عرفنا الطريقه، هبدا اضيف اللتر الثالث واقرا الكلمه كلها على بعض. O فوكس فوكس ر O رو د رود د O دو غ دوغ م O موب موب ه O هوت هوت ت O توب توب fox rod dog mob hot top fox rod dog mob hot top. زي ما تعودنا ان احنا براكتس على الكلمات هنا في الكتاب. ف او fox fox ل او log log او. طبعا زي ما قلت الساوند او الليتر او جه في اول الكلمه او جه في النص هو خلاص عارف ساوند او او، فجه في الاول او جه في النص هو هيعرف يقرا الساوند في اي موضع ليه. الاو او الاكس كس اوكس اوكس ر او رو د رود ب ب او بو pot h o hot hot k o coat t o top top m o mop mop h o hop hop b o pop pop. والتمارين اللي احنا قلنا عليها نكتب تو لتر جنب بعض وفي النص علامة بلس ونجمع الحرفين بره هنا ويبدأ يقراهم وبعدين نعمل زي هنا نرسم شكل كل كلمة بإضافة طبعا لتر او ونبدأ نكتب كلمات مختلفة. هو يختار الكلمة الصح ويكتبها بره هنا زي هنا برضو احنا تعودنا. خلاص هنكتب كل لتر في بوكس
زي كده، وبعدين يبدأ يجمع الكلمة كلها بره هنا. احنا كده خلاص خلصنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هناخد short vowel U، وده اخر vowel معانا. احنا خدنا الفايف vowels ال A وال E وال I وال O وال U. المرة الجاية هناخد short vowel U، وبعدين هناخد تمارين كتير على الفايف vowels اللي احنا خدناهم في الفيديوهات اللي فاتت عشان يعرف يفرق في النطق ما بين كل كلمة. كده يعتبر ان هنا اول مرحلة لتعلم الطفل قراءة الانجليش اللي هتساعده وتسهله بعدين حفظ اي كلمة. هتوحشوني الفيديو اللي جاي. Goodbye.